إذا أردت أن تبقى شخصا عاديا، فاعلم جيدا أنه يوجد منك الملايين. أما إن أردت أن تكون مميزا ونجما صابعا، فاختار مكانا لك مع النغمة. روضات الأطفال العادية والكلاسيكية يوجد منها الآناف في الجزائر. الزحام كبير، لذا لابد من تواجدك في القمة. لقاؤنا هذه المرة مع نخبة مديرات ومديري روضات الأطفال بالجزائر في فندق ماريوت الجزائر العاصمة، في الملتقى الوطني الثالث لروضات الأطفال إليس كراش، يومي 29 و30 جويلية. هذا الحدث سيجمع بين الكاريزما وقوة القيادة عند مديرات ومديري الروضات، وبين التحكم في الجانب المالي والضريبي للمؤسسة. ينشط هذا الحدث فريقا من الخبراء والمختصين وممثلون للقطاعات الشركة، التجارة، الضمان الاجتماعي وغيرهم. كما سيشرفنا ضيوف شرف تربطهم علاقة قوية بالمجال. كما سيشهد هذا الحدث جولة بحرية على متن أجمل سفينة، الدولفين. فرصة لتقوية الاحتكاك ما بين الفاعلين في المجال وتبادل التجارب والمتعة في نفس الوقت. الملتقى الوطني الثالث لروضات الأطفال. أنت حقا مع النخبة. سجل الآن.